بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحابته من سار على نهجه وقين وسلم تسليما كثيرا. أندرى مصر بجود بمشلنا ونجورا دولة أهل السنة والجماعة ومسمى مية الميلان. المجالس حول العقيدة الثانية بشرح العقيدة الواسطية. أركان الإيمان قلنا لنهود هم وشرحنا أنه منكم شرن ابن عثيمين هذا ابن تيمية العقيدة الواسطية لعدي أن تؤمن بالله إيمان بالله وطن. أركان الإيمان ستة جند يوتون بردن ترجم دك وفاتك وإما دي كاجي عليهم السلام كلمة كتب ونسكتها يجني من هنبا مرتنكو ورسله نويد ورسله ونبي فرتك رسول الله والنلاب على وهم الذين بينقوني أوحي بوحي أوحى الله إليهم على وحي مؤن على جبني مؤن بالشرائع شرياج وأمرهم على يمر بتبليغ يتند شرياج وأولهم نوح أرون مأبك نوح وآخرهم سكت مأبك محمد صلى الله عليه وسلم. والدليل دليل على أن قوله على أن أولهم نوح وند دليل وند أولهم إدي بكو أروان دنيا بكو نوح عليه السلام قوله تعالى كم الجمرة بينهم إن أوحينا إليك من بحي ما يمحن وهل دين الله صلى الله عليه وسلم كما هنا أوحينا من بحير نوح إلى فيود نوح نوح والنبيين أن بابه من بعده أربع شقل نوح يعني وحيا ابن وحيك إيحائنا إنا وحينا إليك من جب من بحي ميمة وحيهن من بحيورين وإلى نوح والنبيين من بعدهم وهو وحي الرسالة وحي نلال. وقول تعالى يكون الجمرين وكد ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم ولقد كفلت أرسلنا من نبي نوحا من نوح عليه السلام وإبراهيم كإبراهيم عليه السلام وجعلنا من بعدي في ذريتهم ما إجنق المأبكان بديد النبوة النباكة والكتاب يفتح ونجيب بنتي أدريم أن باب من في ذريتهما ومن في ذرية نوح وإبراهيم فيرتهم والذي قبل نوح لا يكون من ذريتهم سبوهم بيك إدي بنوح ميتاك ذرية نوح فيرتك أربع شقرهم نؤدر آية. وكذلك كهان نون قوله تعالى كم الجيوم ردوينهم وقوم نوح من قبل إيم أن بنوهك إدي إنهم نكام بكانوا بلاتنهم قوما كبين بفاسقين يلتب الأفتارهم. قد نقول ابن تيمية رحمه الله يدن بايدي إن قوله من قبل يدل من تند على ما سبقك ويوت إذن وده من القرآن إلى القرآن تيوت ثلاثة أدلة دليل لاجتة تدل تند على أن نوحا أول الرسل من نوح كيون أروند ونوح نلاب. ومن السنة ما ثبت في حديث الشفاعة إن در سنة كالتابتي حديث ودون شفاعة حديث تفور حديث درنق الأون وعند شيل البخاري مسلم تنام سبوا أهل الموقف يومين بدو يندرن قلبين ابن قرينه مبي أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض تبدو من لا بشر منك صريح هذا إذا قد نسل يعني درن قلبين من قرات آدم عليه السلام أو قنتني شو قرين نوح عليه السلام قلتم بيتم أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض من لا بشر. وأما آدم تك آدم عليه السلام فهو نبي أنك النبي وليس برسول ولا نلاله. وأما إدريس تلك إدريس عليه السلام فذهب كثير من المؤرخين كي كهيب جمن تاريخ جاري أو أكثر ولا كبره ودماء بني وبعض المفسرين يقول تفسيره أن أيضا إلى أنه قبل نوح هيو مؤرخين يقول مفسرين النبي واند كان كإدي نوح كان إدريس عليه السلام وأنه من أجدادي وأن كان كجاك وإمام راب ونتان راب نوح عليه السلام. لكن كن هذا قول ضعيف جدا ونسمين نقول لكم قول إن الليف نقول لؤين فيه من فيه إيه هو القرآن والسنة ترد قرآن يرتل والصواب كسلم ما ذكرناه وانده إدريس عليه السلام أريك شقل نوح أريك شقل نوح عليه السلام. وآخرهم سكت نلاب محمدكم محمد صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى كن قد جمر الوين ولكن رسول الله كان نلال الله وخاتم النبيين كتم ودأ النباب.
ولم يقول أبيان وخاتم المرسلين يتم ودن لاب لأن نسبهم إذا ختم النبوة سألنا باقي التم من قسينة تولي يا ختم الرسالة من باب أولى يتم من دن من باب أولى سبهم واو دن لاب سنري بأن باقي سنوني أن بفرت لأن باقي الوادن ودن لاب تي أن بنتي ود فرت نلاب واو وي فإن قلت جبي وي والسابي كم عيسى عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان يا وهن بعد تعلم ليس دين جبهم عليه السلام آخر الزمان أيوه وهو رسول فما الجواب إنسان جبه جنه ون جابرنا فإن نلال على شجر نلال إنت عيسى عليه السلام من جبهم يهون جابر تلالوم نقول وي من بيا هو كانك لا ينزل بشريعة جديدة وانت اللي بتاكو ينال الكسر فير إن الكسر فوار داني منه إنما يحكم بشريعة النبي وارتكن يا غير بشرين الى صلى الله عليه وسلم سبو اي سغون غون من الى غون غون مؤنب يوم هيشين نيل 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 الى سبو اي سعيدين الى ان باغل مكن قال كن قال تنجي جومرا هولي من كو غد هول تنتا غان باغل هانتي شغال نيل الى بو هبا ان ان باغل هانتي هبتا بو هبا ان وانا ن نيل الى انت وانتا يو دو موني حالك اما غنودو اوكي مي غنودو اوكي وني غنودو ايدي دون كو اون كاني وني وي فإذا قال قائل سبي وي من المتفق عليه ولا من المتفق عليه نجي أجد كورادهم أن خير هذه الأمة بعد نبيها وأن كبر موجودين يقول له يقول شغل النبي مقول أبو بكر وأبو بكر وعيسى يحكم بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم أتي عيسى عليه السلام إن جوجر أردك يدين يعير شريعة نلار فرت عيسى كويلين يقول نلار جلا جيا او جون هون بيرتن ام ابو بكر بير موجود ات عيسى عيسى ان ار يا مرت موجود ان شاء الله و ادم ما جابون جافرون او وي فيكون من اتبائهم عيسى ان ار فرتك اتباع نلاديا فكيف يصح قولنا ان خير هذه الامه بعد نبيها ابو بكر هون فسل ليرت ويدك ابو بكر بير لي نون نقول فشغل نلاد ات عيسى يا ما جي لي نون نقول عيسى كو غوتو لي نون سوارت فيتون ابو انا امنرت ابو بكر بير عيسى لان ابو بكر بير عيسى عليه السلام يسا جاءكو النبي كن يلال بل جاءكو أولو الأزمين هنو وارتا جابون قول أرامي جون بإذن الله تعالى نعم أبي فالجواب أحد ثلاثة أوجه كو قوتي لقيتش تتي جابون قول وانتا أولها فرق جابون قول ودي قيتش تتي فالواي جابو رادي أولها يسيدا نقول أن عيسى عليه الصلاة والسلام عيسى عليه السلام رسول مستقل نيساكو رسول كيريد هن النلال كيريد من أول من أول الأزمة جاك أول الأزمة من لا بور يوند دو ولا يخطر بالبال هاي قوت ميجو تاكم المقارنة بينه وبين الواحد من هذه الأمة ويبيد فن ندر عيسى يوغا يمبلي ينقل فكيف بالمفاضلة ساك فوف ويبيد يتقل بورن عيسى دولين ينقل ولا هذا فوادي دمده يسقط هذا الإيراد أو الإيراد والدين فكه من أصله ودرغي توغيل فوبر ماكو لانو سبك نيو من التنطع سب ارادوك يدير جتن تنطع تن يدلو جدينات اي وهذا وقد هلك المتنطعون يتحال كيما بين لوغيدين توبه هوني فانتين توبه ونبي صلى الله عليه وسلم يري حديث غير صحيح مسلم هلك المتنطعون الثاني يسدم مغهم ان نقول هو خير هو خير الامه الا عيسى كان كبوري لين نغفوت سوانا عيسى هي صوناه لهم يا عيسى عليه السلام الثالث يستطيع أن نقول إن بيت عيسى وديس عليه السلام ليس من الأمة جاك لين نقول ولا يصح أن نقول إنه من أمته سلطة بيا وديس جاك لين نلال وهو سابق عليه توي سيد نلال صلى الله عليه وسلم لكنه من أتباع جاك ريو نلال صلى الله عليه وسلم إذا نزل سوجب ويم سبو سوى أرده وارسو أريه لأن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم شرعنا سبب باقية عند يوم القيامة أبو عيسى قرتو عليه السلام سو أرتي كوني لا واجب لجن شرعي شرعي كيد اللي قاله قوته شرعي لا أوتن عندك وانو لجن يو نقول فر عندك ويف إن قال قائد سبي وبي كيف يكون تابعا وهو يقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل إلا الإسلام ما أن الإسلام يقر على الكتاب الجزية يعني قد دينيرا الحفر من سئي سعرين وعلى سيفترا دي وندي سعري سنسواري وورات خنزير بام دي توجي دين فوف دي من جوجي دين غير جاج ما بدين وورات دين هدوم
o helat salib helat salib kurwaj ma bidi bi jogoto dim o helat di kanji fof ko hono non kedi o jabanta hay goto il impo o jabata hay fere yeteri jizjata jizjata ni o jabata jumnata din islam tan mala ko silama kisi goddo mala de wonno ko imma tobde imma yobde walla ko walla hare kanko so ari ittat imma impo impo on atro wadde o tan tobde walla e warngo dum woni e gedde ne dal hafri men su isari ma wadde eyo so biyo wi ma wadde gedde joni de gala sharia islam gala sharia islam isa ari addal hono wirti ko sharia islam wuri wi etti kanje gala sharia islam joni de joni hon dum warata qulna bi en اخبار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك دوم اقرار له كقرات دوم نرى الحال من دوم نرى كي ادم شرك اي من انت لك حال من وحال كي ديكو كو غير ريدو دوم قرات يم دي ني ود دوم دين هجيا فتكون من شر ود تجيا من شر ما كون ود كان كون نرى ويكون نسخا لما سبق ونكون نسكي ودون كو بنونو كو ود تينا دون حديث ايت الله ديكو من حكم الاسلام الاولون يا ورد الاسلام اذن دين وي دو ان كوكو فاتو دو نلابي والبعث بعد الموت ابن تيميه تدوين دو غوندين دي البعث من يوم الاخره امي تلشق المايد ابن سمين وي البعث بمعنى الاخراج بعث امي تندك معنى منكو يلتند الاخراج يعني اخراج الناس يلتند من قبورهم من القوم لما بعد موتهم شق الماي وهذا دم دو من معتقد جاء في من أهل السنة والجماعة كويت إمتال كوي أصلي عقيدة جاية قول إن دم ده وهذا دم ده ثابت إن تبيت بالكتاب دفتر الله والسنة السنة وإجماع المسلمين كوران الجول بفف بل أشوني إجماع اليهود والنصارى اليهود والنصارى ينفون كوري ما بدون حيث يقرون سبب قر لأن هناك إن الأنوود يوما يلوم يبعث الناس فيه ويجازون يبقر إمة المواد ما يبقى إمتنا فلو نجوب يقول لي جمعين وفي أما القرآن تهي القرآن فقول الله تعالى كم جملة سبحانه وتعالى وين زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى ربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم آئيم بين هفري واند إمة الألة واند إمة تاك لأن جملة الوين قل بلى وربي وديهم واندور لا تبعثون ما انجمتنا ثم لا تنبون بما عملتم رفتنا عمنا دون كنقولون دون يوم سبحانه وتعالى نبيه ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة لن تبعثون يعني دليل جمل كيف عند القرآن في يوم الآخر إمتا ويوم السنة تكسلنا فجاءت الحديث المتواترة عن النبي في ذلك حديثة قال هي متواترة وجي وجي صحيح البخاري كتاب التفسير حديث أبي هريرة تون لكن عندها حديث قال هنا هي ما شاء الله فاتك يوم الآخر هي هدفت حديث وي وأجمع المسلمون على هذا جولف كوري دولم إجماعا كورانغل قطعيا تاجورانغل وأن الناس ونديين به سيبعثون من قمتين ولا من جلتين يوم القيامة يرى مدارنغل ويلاقون ربهم بكوري جومي به ويجازون بأعمالهم أن يبكون قلنا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره قل الفرد مثقال ذرة فف ما يبه ما جر ما يدم في رسا ويادين طيب بنان ده ومن يعمل مثقال ذرة هدوم شر يره قل الفرد مثقال فف طيب يا فاك سبوندي كني من يا فك هي من يا فير بوندي من يا فير تجوم وانا كيف رتن إن وانا لس مشيئة لأن هذا يا فادك وانا شرك وين كاري بتوبون وإتريدون دون مكفراتين كي وكفرت ذنوب وفي جمع رسول الله يا أيها الإنسان إيه ما نتلانك إنك آن كادهون إلى ربك كادم فملاقيه نفوك فات درك وفي فتذكر ود سفتور هذا اللقاء قال له كورا قال جوكم قال ود حتى تعمل له بلان قول لنا قال يبلان قال دي يبلان قال بلان قول لنا قال خوفا سبهول دي من أن تقف ندار بين يدي الله يسوع الله يوم القيامة يلوم الدرنجل وليس عندك شيء من الأمد الصالح توي على هاي قول لما يقول بحر داي أدن ما فوق فوي غرا يسأل فول مباركو تئتنا ريدو من غرا يعني بطنور ما كيل دي يجو دمنون يكو مين بالفوتي ويدنون أن الفوتي ويدنو قول فون فوتي ويدن
لكن انا هكيل في على كاين فوبوتي عمرو براني زيد وبي انظر ابن تيميه رحمه الله وي كون غولو دا عندك غولو دا دي عندك غولان دا لي يوم القيامه يرام داركم عندن هور ما هوني دي وتون وتون دانكو كيبتا تون دان دي ولا ما ولا كاري انا ماني غول الماء بيديو دي دانكا دي فود نافتاتون كل ما ان من كيبوتا تون تمبينو رب سولي مو ايه مدام تدين بوني فلا يلومن الا ولا فلا تلومن الا نفسك وي يك نقول نداو دو نلاوما وما ذهدم عملت لي يوم اللقاء يوم كورا غني الكورو تجوم فان اكثر الناس كوي كبر هودي يم اليوم هند ينظرون ابي يوا ماذا عملوا للدنيا كوي نقول لنا الدنيا ما العلم توفاوار بأن هذه الدنيا أولادنا التين أون أملوا لها لا يدرون هل يدركون أم لا أولادنا بمقول لهم بيو جانت بيو جانت بيو جانت بيو جانت كو كو بيكو بل إن تيم مغاية سبب بمقول بل ما جغرق فرم بلادنا تو قال لهم قساني قطة سودية بنا يكون يهيم بوي وحلات هلون كوي جد أدن دم يتنقورنا من إنا امين سيلا بان سومي كاوري مين جودي بوري جالكو مين جاوتاتم بات جيغي غال بلا ماهي بلا جيغي بووال بلا وادي تودوم بلا وادي غادوم جدا دون دي بوري جالا وال تاودوم تاني دوم تاني هولي فوف هولي جوتو وي كان ييتي سيلا مو ييتي تاي مابو هولي كو غيد لا كار دي دوم دوم جيمي وادد دوم جيمي وادد مد رينتو دوم دوم جيمي اندو دي مي رينتو كو دوم جيمي انند مون دينتو نك نندي كو فاتي غيد لا كار اتا دوم كنادر فهم من الفائدة كويب جوده قد أدن يتم بكار غرفو إقبال إقبي كويب ودي كويب تويب ياد كويب فيون كبري جارة تشابان إجانا إجانا إندر تيما در إلا من رحم ربك كبري جارة ترنو قد تسام فرصة تودم فف قد مفوق دوم تاني جو اللي مفوق دوم ونكو جوا درتو يقدوم ونكو هكي لهم فرسك توني هيدي وما فف يكار دام ما فجياتا هكو جوجي تقد أدن كو جوجي أكيد ما بحب لون هيد، نوصل إلى ما هو نقول لون، وطبعاً أكيد لون فيهم، أتي على نت من إنفيلسي ده، نكو، يبدي، غلة، شاسر، تان غلة شاسر دي شاسر، ده أكتر كلام جانغ تان على الجنة ده، سأقولنا على الجنة تام، جسيك فيك تقولني جانغ تام بينهارم، وتر تام بينهارم، سأقولنا تان على الجنة، عندو أقولني جانغ، لو كمسيبون ولا عند. hari yewen don hari yewtu din don kadi batten don hakkilaji don ko woni fonni watte hakkilin feen feen ya la longin men do peewal men anu woni ko wi qad yukhattatu linsanu nedan kini wa diidan dili amalin golle dunyawi in adunyan keje yafaluhu gadan mi diidi hande jango kom peewu do dum do suwat suudu diidi mi walde diidi mi tan firti fuddaare hondi tan parde tan do do kum golla do hono walde wat do hondi لا ولكن كنا كنقول لا يدرك غدا تاو جانغو جوغران تاو دي مودون غا كانكو جانغو تواني مودون كو جاد داول ماكو وي ولا بعد غد باو جانغو تواني مودون لكن الشيء وي كنون هوند المتيقن تجراند ان اكثر الناس في غفله انه فين تجر من هذا هي وي يمبي ني ورسني غلا كارد ادم بي والله ادم بيسني غلا كارد هي غلا كارد ادم بيرسني دم دي بيرسني دم تيغ من بيل سندي دم تيك ايوا باتنا كيلاجين فيود قال الله تعالى جملة دي بل هم مولى بل قلوب مؤتك بيرت ما في غمرة من هذا بل ما بك يدانك يا الله فوق يجيب واعمال واعمال الدنيا قد ادن يقود ويا به ولما اعمال من دون ذلك لا عاملون فرتم بحالك ويجد قول لي ادن تم بحال قول لي ادن ديتنا ما قول لي لا كرده هادون كشاديل مولودون تديل دي فاتى بالجمله الاسميه المفيده للثبوت والاستمرار من جمله اللغه العربيه كان غندو هم لها عاملون جمله اسميه وهم لها عاملون وقالت هذه الجمله دي لقد كنت في غفله من هذا ونما يدوينه لقد كنت لا تنم في غفله ادوني سولندارون ويلسندار من هذا دم واتنا نمكلغا في يوم القيامه يوم ترغلو يوم ندو فكشفنا من كنشيني أنك غاما ولا من كنشي غاما غطاءك ويرناك ويرنو نماكم أي كتكر هورنون دي يسما
had ma yidi dum do handi tekerde hunciam غطاء هنشام فبصرك اليوم حديد عندك جيت ما إن بلي هذه أدي شادين ما أقول لهم وهذا البعث قال إمة الذين قال اتفقت عليه الأديان السماوية دين يجفف أن بع في رتين كورهين قال كوري مون قال إمة من الدين يجف أسمع أسمع فو والدين أن بع يدم أسمع في رتين الدين يجرد الوحش والدين يج أن بع فين كورهين وكل متدين بدين قوتين فين يجي دين بري هو قال له إمتى لو أحدك قوتم قو هوند ولا كقوت ولا كقوتل أبو دوس قال سلم قوتل أركان الإيمان الدوس الإيمان الستة جيغم وهو من معتقدات أهل السنة الجماعة نجاك وبيبل أهل السنة الجماعة ولا ينكر أحد مما ينتسب إلى ملة أبدا هاي قوت واتا إنكار قال له قاستين تولو ملة سماوية لاول ان بغسن لاول ان بغوت يد تيمتا سدون يوتي ما والايمان بالقدر خيره وشره الايمان غون ند بالقدر هدر الله خيره وشره كما يهن يكبونه هذا الركن السادس من ركن جيدي بو جي غاب كان جافن اركان الايمان كن الايمان بالقدر خيره وشره القدر ويتي هدرك هو تقدير الله للاشياء يعني يبود الله سبحانه وتعالى جدي يبودن بوغيد دي وقد كتب الله مقادير كل شيء جل سبحانه تعالى ويندي هدر كل هوند قبل ان يخلق السماوات والارض الارض كاين كيدين دو تاغال الاسمان وليدين انا اسمو وجد لي دال ب 50 الف سنه حديث قال صحيح مسلم فد دو بي شافان دي جوي اوجن رهيتان اسمان ولي اسمو وجد لي دال هاد ما جتا غير تاي جمل ويندي كودروج دي jogordo ko jogori kewdi hen ko fof tay windama fodde chapande ju ujunere hitande honon jomira da subhan 50000 sana chapande ju ujunere hitande wi kama qala allah ta'ala honon jomira subhan ta'ala wirin alam ta'lam bila anda anna allah alla ya'lamu andi ma fis sama wa ma fis sama'i kuni asman wal ardi ilayhi in dhalika dum kuni fi kitabin na daftar lawhil mahfuz nan إن ذلك دوم على الله يسير النبي إلى سورة الحج إيه وقوله خيره وشره أما وصف القدر الخير فالأمر فيه ظاهر سفراد هدر مؤفين هدر على مؤفين وكلمة على شهدين وأما وصف القدر بالشر سفراد هدر كمؤيان أدو جنوا يتددهم أنكما يتددهم الله هدر لك مؤيان فالمراد فانتان به شر المقدور كو وردك هدراكو انا في لي جمرا دو اي دو اي وهذا دو هذا سا هوري ما فهم تنتين وقتو اي يا كو الم بكالنت اللي مهم كان غوني تن كو كيو كات ادن كو فف اي كو تا الله امي غسي الله في كو الله حاجه في وانا تا ادني اي الله حاجه ونود هوني نون اي يدن وانا غوتو وانا كو وني فو يد كون كو حاجه في وانا تا كو يي ني وود كو نو يد ادم تو بانغي شري تو بانغي هدرو حاجه يو كيو كيفير ودي هفير بك نند دنجي وي فالمراد به شر المقدور ورده كهدراكو لا شر القدر ونا ورد هدر غو هورم من غلل الذين دوم هو غندا فعل الله كغلل الله قدر هورم غلل الله كو اودو كمفعول ونا فعل فان فعل الله عز وجل ليس فيه شر سبقول الله كبوني ففلاهم كل افعاله دنا يقول لي ماكو خير كما اجر وحكمه كنيانا لكن الشر كو يتورد كو في مفعولاته عندك مفعول جدي كو قال لك هو انا قال لك ومقدوراته كو هدراكو وانا هدرنكو فالشر هنا باعتبار المقدور والمفعول اما باعتبار الفعل اما تسكاد بان فيدو فلا شر وانا تفيد هو ولهذا نور قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس اليك حديث دعاء مكر صحيح مسلم غندادو والخير كله بيدك والشر ليس اليك اي فمثلا مما يرجو نحن نجد في المخلوقات المقدورات شرا انت ومخلوقات انه مخلوق ومقدور انك مفعول وين ده كغلل قال نتيج غلل هو المفعول كغلل قال يلتينكم وير توا مقدورات جدي شرا ففيها الحيات سبتواهن بود وني وقت باجول بقول لي بفوفنا إني بين بارود
يدنا انتنا هي يلا دند من هين فالحيات دي ان كل دون قالت انا الجار وجريد والعقارب جهه والسباع ونشونغوجي سو شونغوجي ديووجي شونغوجي جاروجي كويد فو شونغوجي فوق سباع سباع الطيرين هو ديوري شونغو دي فون دوتي فوق سباع فوق وي والامراض كنم ان يبولي والفقر باسل والجدب يكوكي ولا هكيري وما اشبه ذلك نن دي غيرفوف دي فوق مفعول مقدوراش دي فوق غيرفوف بيتكم وجان انا كنو وانا في لو مفعول وني دون وما اشبه ذلك وكل هذه بالنسبه للانسان الشر نير غيرفوف تبان نيدو تسكتوري كون مجان لان لا تدا ينسب ان جاداني ند وانا نو يدي وانا دوم باندو يدي ايا باندي دا هون دوم دو وفي ايضا المعاصي جدن غاندا جانو وين غوفي الله غولتي والفجور فاجر قال غولت قال الكفر كفير والفسوق فاسق قال هجون والقتل وارنجوج بادوجي وغير ذلك يرجد وكل هذه الشر يرجد فوق الشر لكن كون ودم شر دي هدو كبي اعتبار نسبتها الى الله هي خير اما سي نسبه من الله تو كو خير فور من ان كو شر يوم يا داني من ان كون اسكو في غلل الله دو يشك من أنه هندون كبالنا موحالا منك هي موحالا بإذن الله تعالى هذا أبتما لأن الله سبحانه وتعالى لم يقدر إلا الحكمة يقول ودران يدون ورد سواء أين يجب أي هنكو يلاني دي كنون يتنجون أوبراشون يوتام أوبراشون سيكي دي نتنين بلا نبيلا بكانكو بلا تاب كنونكو سندي هنكو سندي هنكو ونونك يوتام وني شلال الجيلة سنجمنا ايو اخف الضررين وان ارتكاب اخف دون الضررين ولكن ندنك دون كوتو غول ييمبتان يا ساكنين الجمله سبحانه وتعالى ام غنت لي ساكن مثل الشيء جنا مرت ودوبي وكل هذه شر لكن باعتبار نسبتها الى الله هي خير لان الله عز وجل لم يقدرها الا لحكمه عظيمه كحكمه مود وبدر دون غاندوي غانداني فوف عرف من عرف غندوم عندي وجهلها من جهل مجد مجه كن حكمه ما ود جمله القدير سبحانه وتعالى ولا هذا فواد دم يجب ان نعرف ان غندت ان الشر فيكم يعنيكم الذين عندكم يعني دين هوندي وصف به القدر شر ورد صفر دم هدر انما هو باعتبار مقدور كمفعول وني دو اون صفر تاع الشر والمفعولات لا باعتبار دم التقدير الذي هو تقدير الله وفعله ثم يعلم رفت أنه أيضا كد أن هذا المفعول الذي هو شر وهذا مفعول عندك شر مجان مفعول عندك مجان يا دانم قد يكون شرا في نفسه ويكون شر في نفسه لكنه خير في جهة أخرى فرتن واجوك عرقيت قد يس مجان يا دانم أكون ونجوك يس مجان إن بدي يروح يودون يبقى قال الله تعالى جمرة ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لالم يرجعون جمرة ظهر الفساد بنند فيني دابتي هيوي فرتي في البر جيري والبحر يندر ينفف بما كسبت بنند نسابي دمكو قولي دمكو فقتي دم أيدي الناس جودي ينبتن بنند فوهم ببادين ليذيقهم جمرة ودير نوك أين مئة النبي بعض يوك الذين لم أمنوكم من قول لله اللهم فرتي جمرة جقب جكب أيوة وأدرتنوكم بلي من دوت توب توب دعلم يرجعون وهي النتيجة طيبة ينتهي النتيجة طيب سبرت على جمرة دي نتيجة طيب هاي استوي جكون موسي كنا من دوت نيا دوم سابي من دوت على يو أفهمي تيجي يعني الله وهي على هذا فوائد إنه فيكون الشر شر ورد في هذا المقدور شرا إضافيا شروك شر إضافي يعني لا شرا حقيقيا ولا شر ونورد كوانك كوانك لأن هذا سبب ستكون نتيجته خيرا سبب تنمك مؤجرت لم جبنتك مؤجر بنند جبنوار مؤجر ويولي نفرض يقدر حد الزاني ونحدد زنه في مثلا ير إذا كان غير محسن تجوم ولا محسن ولم يقدر يسدي ديوغر شلنغ النادة ولم يقدر يسير ديوغر شلنغ النادة ونند ديبون وصف في جيش قالوا كده نقول نمو أن يجلده في يدهم ليه بوانا محسن أون محسن أون تعريف من بوانا محسن أون سجوم في جيش فيته بقيته مدير ويصفر جوم يلتني في إتيور من نبي نكو قال تغريبه أن البلد لمدة عام ونفده تاد
هذه أرض دكوريج مم وهي هذا دم دم لا شك زكاة أنه كان شر دم مجاني دم ولاني بالنسبة لي كان كبار أنه في أبو قتيم درن ولاني دم بيد نك قط هذا ويا دكوريج مم هي تاني ممكن ينقل دي ولاني لأنه سبق أن قال لنا بارن قال مكو لا يلائمه حوراني مكو ونكيد دم بنو مكيد دم لكن كون أن قال لنا في الحقيقة خيركم يرمي من وجه آخر يسوعكم لأنه سبق أن يكون وضع لكم يكون كفارة له كم ممتن تبكات موديو فهذا خير أن تبر موجود لأن عقوبة الدنيا سبب لبت أدن أهون بري هوي بود من عقوبة الآخرة إلى ابتلاكر بكر سو يا ديهن لبتري دم لا كلب لا كان مسلم لكن هو اتن دم بكر وكان مسلم فوف كلبت ادن نبت ادن بيس اندر تاك لبت لا كان ودن دون فهو خير له بول مو ياندم ومن خيره انه رد عند غيره ان جاي مو جير كدي وادي دم بدوم كو غودو جين ميجي نودو واد هولت دوم واس هيو دي رند وي وادي بونن دي ودا ماني هيو بن دي انتو وجمله دي تون قصص لكم في القصص حياه ko qisas ngordo sunti sa wari ka baratet yoga simo baranda o hisi wati ngordo ton ko qisas o qisas wodi tan o ngora sa bur sa gando so wari ko warate e wari no to warti jinno ko tade e ko fam don do yima wa min khayri annahu rad'un li ghayrihi sabkor wa nakalun li ghayrihi hajun fa inna ghayrahu law hamma an yazni kalu fi polar wa ya'lamu annahu sayaf'alu bihi mithla ma fu'ila bi hadha lartada ma wachu بل قد يكون خيرا له ويوندني مؤجر ونان دمكدي هو أيضا يسوونه باعتبار أنه لن يعود إلى مثل هذا العمل من الصعب واسوات تدقونه الذين قال قولا سبب له هذا الشيء يشعب من الهو قولا دي الأقول لنا شرته مؤيت وأتفي جرت أما بالنسبة للأمور الكونية أما كفاتي قيت الكون كونية القدرية ونهو الدركو قال له الدركو يوادي أدنكم فهنا شيء يكون شرا باعتباره مقدورا عندنا هود هدرته تسكن ديال هند ما يعني تو بان مقدور هدر دونك وانا هدرغو ويكل مرضك وين يوجد مثلا فالانسان اذا مرض سونيي فلا شك ان المرض شر وورد بالنسبه له وانا دي مصاب ندي دانيو لكن في خير له ود مهم مؤجر في الواقع يعني دينغر وخيره تكفير الذنوب سبن يوين سابو ويا في بكتوج مك ان مومت بكات تباس جيل يوجد مومت ان تبكات وقد يكون الانسان عليه ذنوب ما كفر الاستغفار والتوبه وان تو ان يجي بكتوج يمسن قول مك الثاني دي توبو مك الثاني دي لوجود ماني تو فيتي تو حدناني تون ام هوري مومت بكتوج مثلا يري لي ادم الصدق نيتي وتوبكن اني مكم يعني توبو هوري مت بكتوج دي ولكن عندها نسير كنيتي مع الله عز وجل فتأتي هذه الأمراض اللي ورثها ما كن يبول والعقوبات اللي بتيجي للمسلم فتكفر هذه هنا الذنوب دوم اتسابه ممتن إلى بكتوش ويوم من خيره إن جاء مؤجر وندهين صوم تواني شر نلدال أن الإنسان نقدر لا يعرف قدر نعمة الله عليه بالصحة إلا إذا مريض نقدر عنده نعمة الله طول نسونا نعوي لو عندت أن دنيا مشلل طولني وين نحن الآن كان ابن سمين رحمه الله وحاله وين نجول وحال دتبي الصحة إن شاء الله ولا ندري ما قدر الصحة إن كان تنو ولو يشلل طولني نقيم مفتي لكن كن إذا حصل المرض أنا مرض سنجوه به سنجواري عرفنا قدر الصحة ما إن كان قيمة شلل طولني فالصحة كويتي كشلل تاج على رؤوس الصحة كت كلافة كتنقلوني كدو هي تاك تنغار فواني دو هو من هذا دم ييت كونو دو كو هدوم سيلو بي لا يعرف الا المرضى كون ياو بيتانجي اتدو كان من غاندي دو وي هذا ايضا انه خير هو انك تعرف قدر النعمه انه كدي كو جام تاب اندين دم وتو تون نيمه الله تولني اما ويو من خير جام جره وند هن انه قد يكون في هذا المرض اشياء تقتل جراثيم في البدن لا يقتلها هدوم الا المرض nyabbu ni way sabade warakadi borshaaj gondi bandu saaj ni waram borshaaj gondi bandu wi tawno ala ko warakadi so wana o do fasum nyaw yaqulu al-atibaa wi safra bin biya ba'd al-amraad yaga nyabuji al-ma'an al-mu'ayyanati kiri taqtulhu yaga nyabuji kiri ni bara ti kibi bandu
يدي مبارا هذه الجراثيم يدي مبارا هذه الميكروبات قلت دي بانتو اللي تين دي في الجسد دي بانتو وانتو لا تدري انت ويتين هاني دي مدفع الحاصل يكو كيب بيان أن نقود أن بيت أولا كيدي فف الشر الذي وصف به القدر هو شر بالنسبة لمقدور الله كودم شر شر بس بالنسبة لمقدور الله كن تقدير ونقول لله قال فكل خير فكم أجر والدليل دليل من قول النبي صلى الله عليه وسلم يكون قلنا رادة صحيح مسلم والشر ليس إليك والثاني قال الإمة لأن الشر الذي في المقدور ليس شرا محضا وكذلك أنا الشر بالبلد هي مقدور شر فو كان فو عند شر أتوا الحكمة نهين خير ننسو منها هي كان دول عندي ما عندها مجي قد ينتج عليه أمور فبن واجب عندي ما قال هي خير فتكون الشرية بالنسبة إليه أمرا إضافيا وهذا ويدوم له وسيتكلم المؤلف مؤلف ابن تيمية ما حال في دفترنا ما أرمي ياسم على القدر كفاتي هدلك ما أر تسكت ما حالتم وجون هنا فتح ما فتح دفف أرمهم بإذن الله تعالى بكلامنا هذا موسع جانيا كي يبين فينا ما درجات درجات جولهم هدر عند أهل السنة أهل السنة فتحت مراتب وجب هدر الله نعم يقولون الكارتين أركان الإيمان قسم فرتدهم بامترتن إن شاء الله جند أرهر ولويده من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وهذا توحيد الصفات والأسماء من جارم الفيه جزاكم الله خيرا.